السلام عليكم الزول فلاون، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم اثاث الثقه. اليوم خاوتنا الفيديو راهو مخصص سبيسيالمون لا شومبر فيغا في الثلاث الالوان اللي راهي متوفره فيها. كما شفتوا راهي متوفره في اللون الابيض، في اللون البني، واللون الاسود. حاجه ما شاء الله هذه الغرفه، فضلنا نوروها لكم في الثلاث الالوان اللي راهي متوفره فيها. سينو قبل ما نبداو الفيديو تاعنا ما تنساوش تابونيو معنا وتفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد، ودعمونا بجام كذلك خاوت. نزيدو نفكركم باللي رانا نوجدو لكم في المسابقه الكبرى خاوتنا. هذه المسابقه نعاود نذكركم، هذه المسابقه اللي راح يكون فيها اربع هدايا خاوتنا، اربع هدايا فخمه، اربع هدايا اللي راح ينالوا اعجابكم ان شاء الله. ما بقاش خاوت هذه الايام خاوتنا، راح نديروا لكم فيديو مخصص عن المسابقه والهدايا تاعكم وكيف تشاركوا وباش تربحوا معنا خاوتنا. نبداو على بركه الله بلولي تاعنا. كيما راكم تشوفوا التدولي راهي فيها شكل مموج، حاجه ما شاء الله. هذا الموتيف اللي راح تلقاوه في كامل غرفتكم. لونكادرومو راهو كابيتوني، حاجه ما شاء الله. لو بتي دوسي راهو سامبل ايبو كيما نقولوا خاوتنا. كذلك في اللون المارون نفس التصميم، نفس الموتيف راح تلقاوه في التدولي. لونكادرومو بالكابيتوناج كذلك، وراح تلقاو لو بتي دوسي سامبل، لو غران دوسي في اللون الاسود كذلك خاوتنا، نفس التصميم نفس الموتيف، حاجه ما شاء الله. راهو بالكابيتوناج كذلك، التدولي تاعها كابيتوناج في لونكادرومون، و لو بتي دوسي راهو سامبل ايبو خاوتنا. ننتقلوا نشوفوا لا طاب دو نوي في اللون الابيض كيما راكم تشوفوا، يعني بلون مكاسيه باللون المارو، قاعده زجاجيه، قاعده زجاجيه ترونسبارون من الفوق، حاجه ما شاء الله. في اللون المارو كيما راكم تشوفوا مارون بنوار، حاجه ما شاء الله. قاعده زجاجيه في اللون الاسود، اما بالنسبه لا طاب دو نوي في اللون الاسود كيما شفتوا قاعده زجاجيه في اللون الاسود، وراهي مكاسيه بين لو بلو نوي و لو نوار، حاجه ما شاء الله. ننتقلوا نشوفوا لاكوافيز اللي راهي بزاف رائعه كيما راكم تشوفوا، تروا تيروار، حاجه الله يبارك فيها. امبوف اللي راهو هديه من محل اثاث الثقه كيما راكم تشوفوا، لي بي اللي راهم اون بلون باش تخرج موالما على شومبر تاعكم بالتصميم الجميل. في اللون المارون راح تلقاو ثاني طرواتير وار فلاكوافيز تاعها، لو بوف تاعها راح تلقاوه في اللون البني، حاجه ما شاء الله. في اللون الاسود كذلك خاوتنا، يعني اللون اللي راهو يتبدل كيما راكم تشوفوا، يعني حيتبدل حسب الاذواق، كل واحد والذوق تاعو في اللون خاوتنا. اما التصميم راهو نفسه كيما راكم تشوفوا، فلي غاردروب حاجه ما شاء الله، نفس التصميم في اللون المارون، في اللون الابيض كات بورت كوليسون كيما قلنا لكم، ودو سبوت راهم من الفوق، حاجه ما شاء الله. التقسيم الداخلي كذلك راح تلقاو كات ايطاجير من الجهه اليسرى، كات ايطاجير من الجهه اليمنى، ودو ايطاجير في الوسط، ودو اسباس بور لا ترينغل، حاجه ما شاء الله، ودو تيروار من تحت خاوتنا، الله يبارك ترفد ما شاء الله. اما بالنسبه للسعر تاع فيغا راهي ب 15 مليون و800 مع النقل والتركيب مجاني ل 58 ولايه. اللي راهو انتريسي عليه يتصل فقط بالارقام اللي راهم اسفل الشاشه. سينو خاوتنا ما تنساوش، ماذا بيا كامل اللي شفتوا الفيديو دخلونا اراكم في التعليقات، واش من لون عجبكم، سواء في البلون ولا في المارو ولا في النوار خاوتنا، رانا حابين نشوفوا اراكم وراح نقراوهم كامل، واللي عنده اي اقتراح او تعليق راح نقراوه كذلك وريبونديو لكم باذن الله تعالى. سينو ما بقى لي غير نقول لكم بارك الله فيكم، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، وبعد الكلام سلام.